السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي في هذه الحلقه تاع اليوم. هذه الحلقه اللي بعض الاخوات طلبوا من الام حليمه طريقه استعمال الحلبه، بغاو يستعملوها يعني الابناء ديالهم. بعض الاخوات عندهم الابناء ديالهم ما كيتناولوش، بغاو طريقه تقليديه. اليوم غتشارك معكم واحد الطريقه، وهي كتقول لكم بان هناك عند عده طرق اللي كتستعمل بها الحلبه خاصه في فصل البرد. قبل ما نبداو هذه الحلقه تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه جرب حكم الاول مره، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناه وضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. نرجعوا اخواتي للطريقه التقليديه البلديه. هذه الطريقه هذه كيتناولوها جوج مرات في الاسبوع، يعني كتستعملوا هذه الوصفه هذه جوج مرات في الاسبوع. مع الاستمراريه ديالها غادي تلاحظوا يعني عند الاطفال ديالكم تفتحات لهم الشهيه، بدات تحسنات الشهيه ديالهم. وبالنسبه لهذه الوصفه هذه فهي خاصه حتى بالناس اللي عندهم المشكل ديال فقر الدم، اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم ممكن لهم يستعملوا هذه الوصفه هذه من مره حتى جوج مرات في الاسبوع. فهي رائعه كما كتعرفوا الفوائد ديال العدس، وكما كتعرفوا الفوائد ديال الحلبه فهي كثيره بزاف. هاد الوصفه هذه ممكن يستعملوها الناس اللي كيعانوا من النصران، او الناس اللي عندهم امراض مزمنه او الحساسيه، او المراه الحامل. ضروري استشاره الطبيب قبل استعمال اي وصفه. بالنسبه لهاد الوصفه عندنا فيها جوج ديال المكونات كيف ما كتشاهدوا، عندنا فيها العدس وعندنا فيها الحلبه البلديه. هي كتاكد لكم الام حليمه على انكم تستعملوا الحلبه البلديه فهي رائعه. وبالنسبه حتى الرائحه ديالها ما كتبقاش تبان لكم في هذه الوصفه هذه. هذه عباره على وجبه كتتكال جوج مرات في الاسبوع، وجبه ديال العدس. العدس كاع النساء كيعرفوا كيفاش يطيبوه، سهل. يعني كنديروا الكميه اللي عندنا اللي بغينا، وكنديروا ليها التوابل، وكنديروا واحد المعلقه كبيره ديال الحلبه البلديه، معلقه كبيره عباره على حبوب. ناخذوا معلقه كبيره ونغسلوها ونخلطوها مع العدس اللي بغينا نطيبو، ونديروها الا كانوا كاع مالين الدار كياكلوا الحلبه نديروها مع العدس، يعني نديروها كامله مع العدس ونطيبوه بطريقه عاديه اللي كنطيبوه. فاش ينضج غادي نحيدوه وغادي نعطوه للاطفال ديالنا يتناولوه. الحلبه ما كتبقاش تبان كيف ما غادي نوريكم دابا. الحلبه ما كتبقاش تبان، وحتى المذاق ديالها ما كيبقاش، يعني غادي ياكلوا الاطفال ديالكم هاد الوجبه هذه. الا كانوا كيتناولوا العدس راه غادي يتناولوا لكم هاد الوجبه بلا ما يحسوا بانهم كيتناولوا الحلبه. كيف ما كتشاهدوا هذا العدس يعني طيبنا معاه الحلبه، كيف ما كتشاهدوا ها هي الحلبه ما كتبانش مع التوابل ومعاه، كيف ما كتشاهدوا ها هي الحلبه. هذه طريقه تقليديه، طريقه تستعملوها الناس منذ القدم. ونصحت الام ديال الام حليمه، نصحت الاخوات اللي طلبوها طريقه استعمال الحلبه بلا ما يشاهدوها الاطفال وبلا ما يحسوا بها. هذه افضل الطرق، وكتنصحكم باش ديروا هذه الوجبه هذه جوج مرات في الاسبوع. يعني هذه عباره عن وجبه يتناولوها الاطفال ديالكم باستمرار جوج مرات في الاسبوع. بهذه الطريقه هذه غادي تلاحظوا واحد التحسن في الشهيه ديالهم، وغادي يزيدوا في الوزن بشكل طبيعي. اما بالنسبه للناس اللي كيعانوا من مشكل ديال فقر الدم، حتى هاد الوصفه هادي كت يعني زوينه لهم بزاف. يمكن لهم يحمصوا العدس ويحمصوا الحلبه ويخلطوها ويتناولوها مع واحد ياغورت. الناس اللي كيعانوا من فقر الدم يعني ما بغاوش يستعملوا التوابل، ياخذوا العدس الكميه اللي بغاو يحمصوه ويطحنوه، والحلبه ايضا يحمصوها ويطحنوها ويخلطوهم، يبداو يتناولوهم بشكل يعني مستمر حتى تيتخلصوا نهائيا من هذا المشكل ديال فقر الدم اللي كيؤدي، لان فقر الدم هو احد اكبر الاسباب اللي كتؤدي النحافه. بلا ما نطول عليكم اخواتي، هذه هي الطريقه البلديه، يعني نطيبوا العدس ديالنا مع شويه ديال الحلبه. وهذه الوجبه هذه نديروها جوج مرات في الاسبوع ونعطوها للابناء ديالنا وحتى الناس الكبار الا بغيتوا تزيدوا في الوزن وتحسنوا من الشهيه ديالكم. بالنسبه لهذه الوصفه هذه في الناس اللي يديروا الوصفات الطبيعيه وما كتعطيهمش نتيجه، طبعا هاد الناس هادو ضروري نستشروا، يعني نمشيو نديروا واحد الفحص روتيني عند يعني الطبيب ديالنا باش نعرفوا السبب علاش ما تنستافدوش من التغذيه ديالنا. وديك الساعه فاش نعرفوا السبب غادي نعالجوا وغادي نبداو نستافدوا طبيعيا من كل المكونات وكل التغذيه اللي كنتناولوها. كنتمنى اخواتي الا كانت هذه الحلقه كتنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى منكم ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم. مرحبا بكم دائما على قناتكم جرب وحكم، والى اللقاء في حلقه قادمه مع الام حليمه ان شاء الله.